سيارة أودي RS5R مزودة بتقنيات رياضية لتجعلها الأسرع عالمياً. هي سيارة تأتي بتصميم رياضي وسرعة بلا حدود ومليئة بالتقنيات التكنولوجية. المزايا: السيارة بها العديد من وضعيات القيادة التي توفر الراحة وتمكن السائق من اختيار الوضعية التي يرغبها، وهي وضعية أوتو ووضعية دايناميك ووضعية إنديفيديوال ووضعية كومفورت. الهيكل: السيارة تأتي في الواجهة الأمامية بالشبك السداسي الشكل كبير الحجم، ويحتوي بداخله على خطوط معدنية مغزلية، ونرى على جانبي المصد تصميم الشبك الأصغر حجما بالإضافة إلى الزوائد الرياضية وقطع الكروم السوداء. أما المصابيح فهي ذات تصميم حاد بتقنية LED، ولا يوجد مصابيح ضباب. وتأتي الإطارات ذات تصميم رياضي بمقاس 19 بوصة، ونرى على جانبي السيارة الانحناءات الفاخرة وأيضا المرايا الجانبية ذات الكروم الفضي اللامع، بينما مقابض الأبواب فهي بنفس لون جسد السيارة. أما من الجهة الخلفية فنرى الجناح الرياضي صغير الحجم على الصندوق الخلفي، والاسطبات الخلفية ذات تصميم مستطيلي مسحوبة إلى طرفي السيارة. وفي أسفل المصد نرى مخارج عادم الوقود ذات تصميم بيضاوي، ويحيط بها إطار أسود من الكروم. التصميم الداخلي: ومن الداخل المقاعد تأتي بغطاء جلدي مميز وفاخر أسود، وبه بعض الخطوط الحمراء، وكذلك الكونسول الوسطي عليه غطاء جلدي أسود، وجاء ناقل الحركة بتصميم صغير الحجم، وحوله مجموعة من الأزرار. وتأتي فتحات المكيف بالتصميم الكلاسيكي العريض في لوحة القيادة. أما شاشة الملاحة فهي بمقاس 7 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الأغراض، وخلفها شاشة معلومات. المحرك: تأتي هذه السيارة بنسخة محرك سعة 2.9 لتر بعدد 6 سلندر تيربو، ليعطي قوة 450 حصان وعزم دوران 442 رطل لكل قدم، مع ناقل الحركة 9 سرعات أوتوماتيكي. أما التسارع من 0 إلى 96 كيلومتر في 3.9 ثانية فقط، والسرعة القصوى للسيارة تبلغ 280 كيلومتر لكل ساعة، وتتصل بصندوق تروس جير أوتوماتيكي من 8 سرعات، وتعمل بنظام كواتر للدفع الرباعي. هذا كل شيء أعزائي المشاهدين، ولكن هل هي ستكون السيارة الرياضية الأولى؟ تابعونا لتجدوا كل ما هو جديد على قناتكم قرية تكنولوجيا المستقبل.